بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له دعوة الحق. وقلنا له إما أن يعود الضمير إلى الله، وكأن الله دعا الخلق إلى كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، لأنه شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت بها الملائكة شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال. تلك هي دعوة الحق. فحين يدعو الله أن نؤمن بإله واحد، تلك دعوة الحق. أو له أي للإنسان دعوة الحق. يعني إيه؟ كل الإنسان يدعو يدل على أن أمرا خرج عن نطاق أسبابه، فهو يدعو من يعينه على هذا الأمر، قد يقدر مثله فيدعوه. الدعاء لون من الطلب، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه. فالطالب إن كان أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل أمر، اغفر لي يا رب. هل نقال إن اغفر دي فعل أمر؟ لا، دي اسم دعاء. فإذا كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى يبقى لا تسميه فعل أمر، وإنما قل فعل إيه؟ دعاء. ولذلك لما نحب نشوف الطالب الذكي نقول له مثلا اعرب ما يأتي، رب اغفر لي، هيقول ربي منادى ومش عارف إيه وبتاع، ويغفر. إن قال فعل أمر يبقى نقول له أنت ما أنتش فاهم، إنما الفاهم بقى يقول إيه؟ فعل دعاء. بقى إن كان الأمر من الأدنى للأعلى يبقى اسمه إيه؟ دعاء. وإن كان من المساوي برضو ما نقولوش ده أمر، ده التماس، اعمل لي الشيء الفلاني. وإن كان بقى من الإيه؟ من الأعلى للأدنى، ده بقى هو ده اللي اسمه إيه؟ اسمه ده اللي اسمه أمر. يبقى إذن الطالب أدنى أو أعلى، نشوف إيه الحكاية دي، دعاء أو التماس أو إيه؟ أو أمر. الدعوة اللي الإنسان بيدعوها يبقى دليل على أن أسبابه عجزة، يبقى المدعو هيكون إيه؟ أعلى منه، علشان يكون عنده حل له. فإن كان من مثله إيه صح، وإن برضه عجز مثله يبقى يدعو القادر الذي لا يعجز. يبقى يدعو من بقى؟ يبقى أكن الدعوة الحق اللي هي إنك أنت تدعي مين؟ تدعي الله، لأن هو ذا القادر على إنفاذ مطلوبك، فلا يعجزه إيه؟ فلا يعجزه شيء. إنما إن دعيت من لا يستطيع، أهي دي دعوة مش ما تنفعش. بيقول إيه في دي بقى؟ بيقول أهو الذين يعبدون الأصنام لما يجوا يدعوهم بيدعوا من لا يضر ولا إيه؟ طب ده هو ما بيقدرش على نفسه، ده هو مثلا قال ينحتوه ويجيبوا الأدوم كده ويعملوا في وبعدين ينكسر يعملوا له مسمار يسندوه، وبعدين ينقلوه من هنا لهنا. الله، ودي تنفع ازاي؟ يبقى اذا امدع الاصنام تبقى دي دعوه باطل ولا لا؟ لانها لا تسعفه في مطلوبه. يبقى لله دعوه الحق تكون لمين؟ للقادر على انفاذ مطلوبه. إن دعوت من لا يقدر على إنفاذ مطلوبك تبقى دعوة باطلة ولا لا؟ ولا نفعتش؟ بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضر ولا يعملوا أي حاجة، يبقوا دول دعوتهم باطلة ولا لا؟ يبقى الدعوة الحق هي أن تدعو الإيه؟ أن تدعو القادر له دعوة، تتوجه له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه من المعبودات التانية لا يستجيبون لهم بشيء، يبقى دعوة باطل ولا لا؟ يبقى خاب في مقصوده وفي ايه؟ في مطلوبه. والذين يدعون من دونه
لا يستجيبون لهم بشيء، لأن هو ما سمعش حتى، هيستجيب لإيه؟ طب افرض إنه سمع، لا ما يقدرش، الحكاية من بيضة من أولها. لا يستجيبون لهم بشيء، أراد الله أن يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله. لا يستجيبون لهم إن دعوهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. واحد عطشان وبعدين يجي عند حوض المية كده ويبسط إيده للمية يقول لا تعال اسقيني، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فاه ويستجيب له ويسقيه. المية تجاوبه ولا ما تجاوبه؟ كباسط كفيه إلى الماء اسقيني يا مية ليبلغ فاه، وما هو ببالغ. المية لا هتستجيب وحيفضل ميت وعطشان، ويبقى ايه؟ سأل من لا يقدر على أن يذهب إليه بالله. نعم. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وهو بقى خد من دي بقى، يبقى دعاء الكافرين الباطل ده في ضلال ولا لا؟ هيقعهم في ضلال وفي متاهة. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. السجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة، والصلاة وقفة العبد بين يدي ربه بعد ندائه له. فالسجود إذن حركة من حركات الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بشرائطها المخصوصة. السجود هذه الحركة هي أبرز خضوع في حركات الصلاة لله. ليه؟ لأن السجود وضع الأعلى في مستوى الأدنى، مستوى الرجل شبه الليل. ولذلك الإنسان يقول لك ما ترفعش رأسك علي. يعني إيه ما ترفعش رأسك علي؟ يعني ما تتعلاش علي. يبقى إذن رفع الرأس معناه تعالي. طب وخفضه؟ بنخفضها مرة بالركوع وبعدين نروح بالإيه؟ بالسجود. يبقى السجود ده إيه؟ أبرز حركة تبين منتهى الخضوع لله. فإذا قال الله إن لله يسجد من في السماوات والأرض، يبقى معنى إيه؟ إن ما اتسعش ظنك على إنه سجود كده هو، فليتسع ظنك على أنه منتهى الخضوع والذلة للآمر. لأن هم من أول الأمر كده فيه أشياء لا اختيار لها، خاضعة خاضعة. طب واللي بيستجيبوا وزي المسخرات، طب واللي ما بيستجيبش زي الكافر؟ نقوم نقول له لو استقصيت المسألة بدقة الفهم لوجدت له خضوع أيضا. إزاي؟ أم قال لك لأن الكافر المتمرد فيه إرادته المسيطرة على جوارحه، إنما بقية أبعاضه مسخرة ذلك، بدليل إنها القلب المشع كل حاجة بتنفذ الإيه؟ الأوامر. إيه المتمرد؟ ثم هبه متمردا في بعض تصرفاته، ألا يوجد له خضوع فيما لا اختيار له فيه؟ حين يريد الله أن يمرضه يقدر خضوع، يريد الله أن يصيبه بمصيبة خضوع، يريد الله يوقف قلبه ما يقدرش يشغله، يريد الله يوقف رئته ما يقدرش يشغله. الله إذن ففيه مظهرية إيه؟ والذي تعود التمرد على الله عبادة، نقول له ما دام أنت متعود كده التمرد وعندك دربة عليه، لا تمرد على مرادات الحق منك فيما لا اختيار لك فيه. هو عايز يمرضك تقول له لا مانيش مرضان، ما بتقدرش تقوله، تبقى ده تسخير ولا لا؟ وخضوع ولا لا؟ فأنت متمرد في ناحية الله أطلق لك فيها التمرد، وهي ناحية المختارات، وغير المختارات
مالكش فيها اي مالكش فيها. تبقى برضه خاضع ولا مش خاضع؟ يبقى انت ما تمردتش بالكفر الا بما اوسع الله لك فيه من الاختيار، والا لو كنت عايز محكوم بالقدره ما تقدرش، بدليل ان 99% منك مقهور و1% شويه اختيارات. تبقى اذا فيه تسخير ولا ما فيش تسخير؟ فيه قهر ولا ما فيش قهر؟ ده بالعكس، ده خضوعك في بعض الاحيان وانت متمرد في البعض الاخر ده منتهى الايه؟ منتهى العظمه، لان ذكر هو ساجد دائما وكل حاجه فيه كويسه كويسه وكده، انما انت متعود انك تتمرد، لا اتمرد في دي بقى، ما يتمردش في دي، ادي منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والارض، ما قالش ما في السماوات وما في الارض، لان ما دام في سجود وما دام في ضغط يبقى منتهى العقل قوي، يبقى عاملها معامله ايه؟ العقلاء، طوعا او كرها. قالتا اتينا طائعين، الحاجه اللي مش مهاره قالتا اتينا ايه؟ طائعين، او كرها زي ما بيحدث للكافر، يكره الحاجه تقع به، ما كرهها ما دفعكش، اختيارك ما دخلش فيه دي خلاص. وظلالهم برضو ايه؟ بتسجد بالغدو والاصال. الظلال انت نسمع كده نقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه؟ ظله، يعني ما يقدرش يتابع، لازم الظل بتاعه تابع لحركته مش كده؟ فلان يتبع فلان ويقدر كما يتبعه ايه؟ الله. فاكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي خاضعة لمين؟ ليه؟ لان صاحب الظلال خاضع لله. تبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركتك برضه. لا، الحق سبحانه وتعالى بده يدينا الصوره الواضحه اللي الكل شايفها، ولذلك يحددها بحتتين، بالغدو والاصال. ايش معنى الغدو والاصال؟ الغدو جمع غداه اللي هو اول النهار، والاصال بعد العصر للمغرب. تعالى بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك، تلتفي ظلك ايه؟ طويل، كل الشمس ما تقرب منك يصغر الظل الظل الظل، كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك، ما تلاقيش لك ظل، ما الشمس تبقى كده. يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايلك امتي؟ الصبح. وامتي؟ والعصر، لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه؟ ظلك كبير. ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والاصال. قل، سؤال، امر من الله ان يقول الرسول للقوم الكافرين، قل من رب السماوات والارض. في ايات ولئن سالتهم اللي خلقكم من يقولوا الله، اللي خلق السماء والارض يقولوا الله. طيب ما دام الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو ايه الله؟ هنا هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والارض، ما هيقولوش الله، انت اللي تقول قل الله. مش معنى تخالف الدين؟ طب ما تسيبهم هم يقولوا، ده لما يقولوا تبقى الحجه ايه؟ تبقى الحجه اقوى. قال لك لا، ده دي اقوى. ازاي اقوى؟ ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال مش شاحن وياه، تقوم انت بدك يعني تفهم ان اخوك كبير له فضل عليه، يقول له تعالى يا ولد مين اللي جاب لك البدله دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له، يحتار في اخوك مش كده؟ مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول، ان حكش اللي جاب لك البدله دي مين؟ يقوم الواد يتلبخ، يوم يقول له اخوك، يبقى هو اللي يقول. فقال لهم قل من رب السماوات والارض، هيتلبخوا. ساعه ما يتلبخهم قول لهم الله. تمام زي حكايه اخوك. قل من رب السماوات والارض، لان في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو اجابه متهافته، ومره يخجل
من الجواب ما يقدرش حتى يجاوب. أم قال له سعفه بقى سعفه أنت مش قادر يقول مستحي يقول قولها له أنت. قل من رب السماوات والأرض قولها أنت بقى قول الله زي أخوك. قل أفتخذتم من دونه أولياء. طب أنت بتنكر عليهم ده لازم يكونوا هم مقرين. أم قال لك هم مقرين أو لو كان كده قال كانوا يقولوا حاجة تانية ما لقوش حاجة تانية ما يلاقوش حاجة تانية يقولوها هيقولوا إيه والسماء والأرض دي هم اللي خلقوه ما لقوا ما قالوش ولا قالوا الأصنام خلقتها ما قدروش يقولوه. فهو قالها لهم قال لهم الله خلاص انتهت المسألة. يقول لهم بقى تعالوا بقى يبقى ربنا اللي خلق وبعدين تتخذوا من دونه لا أيه دي بايخة منكم. قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء. أولياء لا يملكون لأنفسهم مش لكم والذي لا يملك الشيء لنفسه كيف يملكه لغيره. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طيب الله طب لا يملكون لأنفسهم نفعا إنما ما يملكوش نفسه ضرا إزاي. أما قال لك حتى لما يحب ينتحر ما يعرفش. قل بعد كده بقى هيبقى قل 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 من رب السماوات والأرض جاوب أنت وبعدين ايه هيقول ايه تاني. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ايه ولا ضرا. وبعدين انقلهم بقى تاني قل لهم احنا هنجيب لكم أشياء الكل مجمع على الجواب عليها. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. ساعة ما تشوف أم اعرف ان فيها اضراب انتقالي تقول بل جعلوا لله ايه شركاء بس بتنكرهم بالاستفهام. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لو كانوا الشركاء اللي اتخذوهم خلقوا حاجة كده كان يبقى لهم شبهة يقولوا والله أصلهم خلقونا الشيء الفلاني. هل حد منهم خلق حاجة يعني زي ما خلق ربنا عشان تعملوا بينهم يعني مقارنة ولا تختاروهم على الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يعني ده خلق وده ايه وده خلق يبقى روحنا الواحد من الخالقين. قل الله خالق كل شيء محدش له خلق وهو الواحد القهار. يجي في آية تانية يدي مذكرة تفسيرية لدي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هم ما خلقوش قبل كده يمكن ما خلقوش هم عندهم قدرة الخلق إنما ما حبوش يخلق ما جاش في بالهم يا سيدي يخلقوا. فقال لك لن حتى لو نبهناهم نقول لهم انتوا ما تعرفوش تخلقوا مش هيخلقوا بعدين. يبقى مش نفي بس للايه لان نفي الماضي لا يستلزم العجز لجواز انه يقدر فلم يفعل فبيهيج فيه التحدي. قال لك لن يخلقوا ذبابا انا ديني بتحداهم يبقى جاي للمستقبل اهو يبقى الماضي ما مش هنتكلم فيه. لن يخلقوا ذبابا وهم آلهة متعددة مش الواحد منهم ما يقدرش يخلق ذباب ولو اجتمعوا له عملوا ايه عصبة عملوا مؤتمر مش كده يا ريت ما يخلقوا ولا ما يقدروش يخلقوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الذباب الضعيف دي لما يجي على الصحن العسل وانت بتاكل كده منه ويروح حاطط عليه وواخد على رجله ولا على جناحه ايه شوية عسل خدهم من الطبق بتاعك ان كنت فتوى بقى رجع شوية العسل منه. ده ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء أي من جهة العلو لأن الماء مش نازلة جاية من السماء جاية من جهة الإيه العلو لأن الماء تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يتراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة ويروح إيه ينزل. أنزل من السماء إيه ماء
فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، والوادي هو المنخفض بين جبلين، منخفض بين الجبلين. ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه؟ في الوادي، يقوم الوادي يسيل بالايه؟ بالمية، وكل وادي يسيل على قد ايه؟ على قد اتساعه. فسالت أودية بقدرها، بقدر اتساعها، كلام على الأودية. وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يخرب ويدمر. فبقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الايه؟ الأودية. هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل، لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه؟ ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي. يبقى كلمه فسالت اوديه اي سالت بالماء اوديه بقدرها، ازيد من قدرها يبقى مخرب. وهو عايز يضرب المثل للي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه؟ الناس. اما ما ينفع الناس فايه؟ وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه؟ بقدره. ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس، بل هي ايه؟ بل هيضرها. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعه ما ينزل يكنس كل القش والوسخه والقذرات والمش عارف الايه والاشياء دي، ويروح منزلها في الايه؟ فالمطر يكنس. ساعة ما يكنسه الأشياء المكنوسة دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه؟ على المية. وبعدين بمرور المية المية تطرد الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه؟ على الجوانب، والماء يفضل ايه؟ يفضل صافي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه؟ الرغوة دي. زبدا رابيا يعني عالي على الله. طب مالها دي؟ قال لك هذا مثل يدركه أهل البادية. مثل يدركه أهل البادية. ليه؟ لأنها جبال ووديان ومش عارف ايه، والمطر ينزل وجبل مش عارف، يدركه. انما اهل الحضر ما يدركوش. فجاب لاهل الحضر حاجه تناسبه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. الامم الحضريه بقى اللي بتصنع ساعه ما تروح عند الحداد كده وهو بيعمل ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا اي حاجه، تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل، عايزين نصف الحديد وناخد الايه؟ الصلبيه بتاعته. يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره، اسمها زبد. دي اهي دي زي زبد مين؟ زي زبد الميه. زبد الميه يروح يبقى هباء، وبعدين الميه تفضل صافيه ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، علشان بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه اربع الايرات اربعه وايه؟ 24. ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه 23 18. تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه؟ من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه؟ الخبث اللي احنا كنا نسميه زمان خراء الحديد، يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه؟ الباديه في الايه؟ المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان، وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر. تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه؟ ما ينزلها. يبقى ضرب مثل للبادية وضرب مثل لمين؟ الحضر. الحضر ايه؟ الصناعة دك عشان ودي صناعة.
فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه حلقان ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم او متاع، اللي هنعمل سيف، هنعمل مثلا فأس، هنعمل قدوم، هنعمل منشار، هنعمل اي حاجة زبد مثله. طيب اذا اخراج الزبد بنطلع الشيء الضار ونبقي مين؟ الشيء النافع. بعد المية ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع به، وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنة، يعني انك انت تخلي النار تغلي ثم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه في الصناعة. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل، مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغساء، والحامل الغساء والغساء يذهب وبعدين يفضل الايه الميه، ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه الاشياء الشوائب اللي هي فيه ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الامثال، المثل للحق وللايه وللباطل، اما الزبد فيذهب، واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه فيمكث في الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوه، يعني فلان جفى فلان يعني بعدوا عنه. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. الامثال الحق والباطل امور معنويه، ربنا يضربها بمثل ايه؟ بمثل حسي بنشوفه قدامنا. ليه؟ علشان لما تيجي تشوف ان ظلم يستشري ويعلو ويطمس الحق قول له ملوش دوام، بعد شويه كده الزبد ايه هيروح، واللي ينفع الناس هو اللي ايه ينقص في الارض. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. السيل هو تتابع الذرات، وقالوا سالت شيء يعني ذرته ايه متتابعه. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هو الغساء اللي عليه رابيه معالي على. ومما يوقدون، ادي النقله الثانيه مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والايه والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الرب الذي خلق من عدم وامد من عدم واوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالازواج والتكاثر ده كل ده، اذا دعاك لشيء فاعلم ان ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك ايه التاني. فالذي يستجيب يبقى له الايه له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة. الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك، ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب. يقول شو بقى لما كنت معتمد على أسباب، كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لأنني وكلتك لأسبابي. وستختلف حياتك شظفا وطرفا بقدرتك على الأسباب. فإذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل إلى حياة أخرى، الأسباب مش موجودة، المسبب، بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول إلى الذات شيء، والموكول للصفات شيء آخر. الموكول للذات باقي بالبقاء الذات. ولذلك لما يجي يقول لك أولئك هم في رحمة الله،
يوم يفسروها بجنة الله. صح، ما فيش مانع من الجنة من الرحمة، بس ليه ما قالش في الجنة؟ قال لك لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهيقول الحسنى وبعدين يتكلم في آية تانية الحسنى والزيادة كمان. الحسنى يعني الحاجة الأحسن. طب الأحسن خلق لك أسباب، لكن بتكدح ولا لا؟ بيكدح وبيتعب وبيعرق، لكن في الآخرة هتجيلك بلا إيه؟ بلا كدح وبلا إيه؟ تبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ هب أن الدنيا ارتقت. يقول لك احنا مثلا لما نروح في البلاد الراقية كده ويقعد في الأوضة يقول لك التك هنا هينزل لك الشاي، التك هنا هينزل لك القهوة، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجينا الطبيخ، يجينا البامية اللي أنا عايزها، نجيب من الملوخية، ممكن. إنما ناس بيحضروها ليه مش كده؟ يعني عملية بقى. لكن قول لي بقى، هل إذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت أتصل إلى أن يوجد شيء بخاطرك فتجدك أمامك؟ أيدي اللي مش ممكن، مش هتحصل بقى دي، أيدي اللي هتكون هناك بقى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى دي في المؤنث أفعل تفضيل، في المذكر قول حسن وإيه؟ وأحسن، وفي المؤنثة إيه؟ حسنة وإيه؟ وحسنى. والذين لم يستجيبوا له، يبقى المقابل معروف. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل اللي في الأرض له عشان يفتدي مما هو فيه، يقول خدوه وادوني اعتقوني، ممكنش. أولئك لهم سوء الحساب، لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ومرة شر. سوء الحساب، ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب، وبئس المهاد. بئس المهاد؟ أم قال لك إيش معنى المهاد؟ ده المهاد ده فراش الطفل. إيش معنى جاب بئس المهاد؟ كأنه هو لن يستطيع أن يتصرف في لما يدخل في النار كما لا يستطيع أن يتصرف الطفل في مهاده. مسألة مش يمكن لو عنده شوية قوة ولا بتاع ياسين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن الذي أنزل إليك من ربك الحق الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى. شوف جاب هنا علم وجاب هنا إيه؟ أعمى. ليه؟ لأن الآيات تدل على القدرة المرئيات. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. أولو الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله. ساعة ما آمن، الإيمان عهد بينك وبين الله. ساعة تقول لا إله إلا الله، عهد بأنك لا تعبد غير الله، وعهد أنك لا تخضع إلا لله، وعهد أن لا تتقرب إلا لله، وعهد أن لا تنذر إلا لله. يبقى كل حاجة ده العهد الإيه؟ العهد الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ثم تفرعوا من الوفاء بعهد الله الأول اللي هي القمة العقدية، كل عهد يقطع سواء كان بالنسبة لله أو بالنسبة إلى خلق الله. يوفون بعهد الله، لأن الناشئ من عهد الله زي عهد الله، عهد الله الإيمان. وبعدين الإيمان نزل الله منهج، ساعة ما ربنا ينزل منهج إن كنت أمنت بالله هتأمن بمين؟ يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الأول ولا لا؟ تبقى وفيت بالعهد الأول. ولذلك اكملناها عهد وتعاقد، كل التكليفات أو التكليفات البارزة القوية في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، البناء المجهول يعني. يقول إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الإيه؟ الصيام. الله،
كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كلها كتب. من الذي كتب؟ الله هو اللي كتب. طب ليه ما يقولش الله ربنا كتب الحكايه دي؟ قال لك لا كتب. ليه؟ اما قال لك لان الله لم يكلف من لم يؤمن به، انما كلف من امن به. فساعة ايمانك تبقى اشتركت في الكتابة، انت اللي دخلت نفسك الحكاية بقى، مش احنا. انت حر في انك انت تؤمن او لا تؤمن، انما ساعة ما تؤمن يبقى انت دخلت نفسك في الالتزام، يبقى تشاركت في الايه؟ في الكتاب. ولذلك ما قالش كتبت بل كتب. كتب ليه؟ لانه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اتنين. انا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما امنش بيا، ماليش دعوه بيه، تكليف لك انت اللي امنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. يصلون ما امر الله به ان يوصل. وربنا امر نوصل ايه؟ ام قال لك أول حاجة صلة الرحم. ويقول لك صلة الرحم يعني اللي يربطك به نسب. المؤمن الحق إذا سلسل الأنساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم، رحم متداخل. لأن أنا هيبقى لي رحم عشرة، وكل واحد من العشرة دول له رحم، وله رحم كمان عشرة، خليهم عشرة، وكل واحد من العشرة له إيه؟ شوف الدوائر عمالة تعمل إزاي؟ تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا الرحمن، وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعته. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. معاوية كنا قصنا عنه قصة كده، إنه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك. الحاجب المعاوية ما يعرفش إخوة معاوية؟ قال له أولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا يقول. أتقل. فلما دخل قالوا أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. والفضيل بن عياض قابلوا جماعة جم يطلبوا منه حاجة، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول بقى اللي أمر به ربنا أن يوصل الأهل الأول، وبعدين الأقرباء، وبعدين الدوائر الأبعد فالإيه؟ الأبعد فالأبعد، وبعدين مثلا الجار. كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عملية إيه؟ عملية التحام بين الخلق، ليستطرق النافع لغير النافع، أو القادر لغير القادر. وفيه بقى صلات تزدوج، يعني مثلا أن يكون من أقربائك وفقير، من أقربائك وفقير وجار. الله يبقى كل حاجة، كل ما تكون لها إيه؟ كل ما تكون لها أسباب أقوى، يبقى ذا الإيه؟ يبقى ذا الإيه؟ يبقى ذا الأولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما يكون كل واحد حيراعي المودة في القربى، فيه واحد ملوش قريب؟ كله له قريب، يبقى كله فيه خير. المودة في القربى، الناس اللي قالوا قرباك أنت، أنت في القرباك، الناس قالوا لا في قربى الإيه؟ الرسول. قال طبعا، لأن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما دام الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى قرابة الرسول أولى من إيه؟ أولى من قرابتي أنا. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم
ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن أن تذهب بها المكاره. المكروه اللي ينزل بالإنسان يحبس نفسك أحسن. المكروه ده يعمل إيه؟ يذهب بنفسك الإيمانية. ليه؟ قال لك لأن الأشياء اللي تحدث قسمين، قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط. فإذا كان أنت ما ذاكرتش وسقط يبقى حد أنت اللي إيه؟ أدي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعن وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح الامتحان ولا بتاع، أهدي مش شغلته بقى. يقول لازم مجريها علي أحكمه مني، لازم لها إيه؟ لازم لها حكمة. يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة. في واحد يصبر علشان يقول ما أجلده يا أخي، ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف إيه، يعني عايز يمدح عند الناس بأن عزيمته إيه. طيب أدي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. أنا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله. قال إن دي حكمة من الله، إن كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عمداني عايز يأجلني لشيء آخر، عايز يأخر لي لنفع أعم. يبقى الصبر ابتغاء ليه؟ وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى ما راجل يعني ما جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه؟ لا أتزعزعه. ما هو قال كده وتجلدي للشامتين أم اللي قاعد، قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. تجلد ولا ما تتجلدش، المرض جاي يعني زاحف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.